صباح الخير لا فاميلي زامي واش هانين يا ربي تكونوا كاملين بخير. اليوم واحد جورني سبيسيال جورني انوبليابل بالنسبه لي انا بالضبط سي او بيرسون نافيغون كابين او سي سي ام او الهوستس او فلاي اتندنت هي الفلاي امارات هي من بين لي كومباني الواعرين في العالم الفايف ستار كومباني لا من ناحيه سيرفيس لا من ناحيه بزاف الحوايج. فوالا هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش الكابين كرو اللي ما تعرفوش الجوب ديال فلاي اتندنت او الناس اللي تعرفوه الناس اللي تعرفوا الجوب تيقولوا الناس اللي ما تعرفوش الجوب تيقولوا هذا الجوب هذا فاسيل تتسربي غير القهوه تتسربي غير تعطي غير الماكله تعطي فوالا تضحك تلقى ديما المتافان ديال بوندو لومباركمون ديباركمون عاوتاني ما تيشوفوش اشنو تيطرا كما تنقولوا كما تنقولوا حنا بالدارجه وراء الستار يعني من لونتروتيان حتى الجوب حتى الخدمه تتخدم واحد القيته يعني تتشد الخدمه وتتبدا خدام تبدا خدام يعني تبدا طير تنقولوا حنا تبدا طير فوالا من لونتروتيان خاصك ما تعرفش اشنو لي كريتير اللي تيبغيو بزاف ديال لي كومباني وخصوصا بالنسبه للفلاي امارات ما تعرفش شنو لي كريتير ديالهم تيقولوا بروفايل تيقولوا لونغلي خاص تكون عندك لونغلي مزيان خاص تكون بريزونطابل خاصك تكون والحقيقه فوالا خاص يكون عندك من بين هادشي هذا ولكن فاش دير التكوين يعني حيت كل كومباني تمشي ليها تتكون فيها تيديروا لك التكوين ديالهم دابا بحال فلاي امارات والاتحاديه او قطر ايرويز او العمانيه او السعودي جولف ايرلاين او سعودي ايرلاين يعني كاينين في لي بي جولف كاينين في دول الخليج دو كاملين ولكن كل وحده فيهم عدد البروسيجر ديالها عندها كيفاش تفورمي لي كانديدا او لي زوتيس لي ستيوارد ديالهم يعني واخا يكون عندك كاليفي في الفلاي امارات او هذه الا كنتي غتبدل ولا غتمشي لشي كومباني اخرى خاصك ضروري تعاود من جديد ترين ديالهم. اول حاجه لونتروتيان تيكون اونتروتيان صعيب كما تشوفوا كما غادي تشوفوا لونتروتيان تتبدا تخاصك تجي في الصباح خاصك تجي بيان ابيي ديال بصح بيان ابيي لواحد الدرجه بيان ابيي مع احترامي لكاع الناس اللي تيجيو كاينين بعض الناس تيجيو دابا الناس اللي تيشوفوا فيا والناس اللي تيعرفوا هاد الدومين وتيجيو لونتروتيان تيشوفوا بعض الناس جايه بالراسطه جايه بالشعر جايه ب علاش نهضر على الدراري جايه ما شاء الله شعرها ما محسنه ما دايره حتى حاجه ما صباط ما نقيش ما مسيريش ما بزاف ديال الحوايج الناس اللي تشوف هذه موتيفاسيون ليكم والله العظيم هذه موتيفاسيون يعني خاصكم تجيو حيت هما راه حاطين لي ميزور حاطين كيفاش خاصك تجي لابس كوستيم شوميز نقيه كرافات فوالا وصباط يكون صباط يكون كيما كان فهمتي غير هو خاصو يكون نقي يكون ساري مزيان ساري مزيان فوالا وبارفان وخاص تكون كلين وجهك كلين شعرك مشوط اللور راجع اللور مزيان فوالا هادشي اللي كاين ماشي غادي تخاصك دير سوت ديال الفرونسيس وسمالطا ولا دير شي تختار شي سوت ما عرفت منين باش تجيبها لا تمشي على داكشي اللي قدك مي هداكشي اللي قدك خاصو يكون نقي غادي فاهمين عليها. وبالنسبه للدريات حتى هما كاينين شي دريات الله يسمح لهم ما جايش دوز لونتروتيان ما تنفهمش انايا تتكون جايه طراو وحنا دي ريبريزونتور ديال المغرب اول حاجه ديال المغرب حيت تيكونوا لي كوتش تيكونوا الريكروترز تيكونوا اجانب يعني خاصهم ياخذوا سمعه خاصنا لا ريبيتاسيون ديال المغرب خاصنا نحافظوا عليها وبالاخص حيت حنا تنمثلوا واحد الكاتيجوري في المغرب هذه الكاتيجوري هي ديال الفلاي اتندنت حيت لا ريبيتاسيون ديال الفلاي اتندنت من بزاف ديال الناس معروفه عليها خايبين وهذاك وهذا ولكن حنا ما تنجمعوش كلشي حيت الكيان المغربي كيان المغربي او اي كيان اللي الخيب والزوين ديالو يعني ما نحاولوش نوسخوا الصوره ديال هاد الميتي هادي واي حاجه بغيتي تقاتل الله سبحانه وتعالى غادي واخا ما تعطل عليك واحد شويه غادي من بعد ان شاء الله غادي يسهلك الله سبحانه وتعالى هذه في اي حاجه
خصوصا بالنسبه للناس اللي تيقراو هذا الدومين هذا. يعني كاين واحد لا ديوري ديال 2 سنين تيقراو تنقراو لاناتومي بحال انا قريت لاناتومي قريت الكوميرسيال قرينا فرونسي اونغلي اسبانيول قرينا بزاف ديال الحوايج الفيديليزي ديال لي كليون قرينا ديديكاس لي كوتش ديالنا كاملين وليكول ديالي اللي سميتها اي ام تي سي ار مارتوليستيك سنتر لي شيف ديالها سميتها ابو بطالب ناديه تبارك الله على هذيك المديره والله الا توب ديال بصح ولي كوتش اللي كانوا قراونا كل كوتش في الميدان ديالو داكشي اللي عندنا ونقدروا داكشي اللي عندنا اللي عادي نقدروا اللي يكون ماشي عادي يكون اكثر من عادي نعيشوه مزيان ونبروفيتيو فيه كوم الفوق فوالا شي اللي نقول لكم يعني اي حاجه نقدروا نبروفيتيو فيها لي لوازير ديالنا نعمروا وقتنا بزاف نعمروا وقتنا ما عندنا والو ما عندنا ما نديروا نعمر وقتي باي حاجه نشد لي اي حاجه خديتيها غتبقى وغادي تحتاجها من بعد ان شاء الله قرا الكتوبه اسمع لي ميوزيك ديال بلونغلي الاسبانيول تعرف على ناس دير شات دير تعرف على ناس بزاف يفيدوك فوالا قرا بحث خرج سافر دور شي اللي ما عندك ما دير والله العظيم شد غير كتاب وما عندك وما نساوش لي كوليك ديالي كاملين فوالا يا ربي يوفق الجميع يا ربي تنبغيو الناس كاملين ان شاء الله ينجحوا في داكشي ديالهم الخدمه ديالهم اللي باغي شي حاجه الله يقضيها ليه اللي بغى اللي طامح وباغي شي منصب الله يعطيه ليه الله يشافي كل مريض الانسان خاصو غير يتهلا الصحيحه ديالو يتهلا في الوالدين ديالو وما تنساوش واحد الحاجه مهمه هي الصلاه هذه هي العلاقه الحاجه الوحيده اللي تتعلقنا بالله سبحانه وتعالى اللي يقدر يعطينا هادشي كاملين فوالا المساعده ديال الناس الا قدرت كيفاش تساعد الناس باش الله سبحانه وتعالى يسهل عليك ومعاونه ديال اي واحد في اي حاجه كنتي تفهم بها ما نطولش عليكم هذا الفيديو بغيت الفيديو يكون صغير شي شويه فيه موتيفاسيون بوحدها فوالا ميرسي لكم كاملين يا ربي نكونوا خفاف على قلبكم يا ربي يكون هذا الفيديو هذا موتيفاسيون ليكم نتوما كاع الناس اللي تفرج فيا وكاع الناس اللي متبعيني وكاع الناس اللي غيتبعوني ولا باقي ما دارش ابوني خاصك تابونا اميشون فوالا هادشي كامل تنبغيكم كاملين ميرسي بوكو لكم كاملين السلام عليكم تسناو الفيديو باي.